السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معاكم الدكتور محمد أسامة، وإن شاء الله دي هتكون المحاضرة اللي عليها الدور. أنا مش متذكر تقريبا المحاضرة كام، أربعة، في شرح منهج الإيه؟ الأحياء اللي هو باب الهرمونات يعني يا أولاد، تمام؟ فتعالى نبدأ بقى ونشوف إيه القصة. وإحنا في الأول المفروض في الفترة اللي فاتت إحنا كنا خدنا الغدة النخامية وخلصنا الفص الأمامي والفص الخلفي والإي دي إتش والقصص والحوارات بتاعتها دي كلها. فتعالى النهاردة يا أولاد ناخد غدة جديدة وهي الغدة الدرقية. إيه قصة الغدة الدرقية؟ تعالى الأول كده نصغر الصورة، حطها على جنب، وتعالى نشوف القصة. بص يا ولاد، الغدة الدرقية أول حاجة عاوزين نعرف مكانها. واضح جدا من الرسمة اللي قدامي يا دكتور إن الغدة الدرقية، على فكرة دي هي الغدة الدرقية. الغدة الدرقية واضح جدا من الرسمة يا ولاد إنها تقع في منطقة الرقبة ملاصقة للقصبة الهوائية، بحيث إن إحنا بنلاقيها عبارة عن فصين، فص ناحية اليمين وفص ناحية الشمال يا ولاد، وفي النص في جسر موصل ما بينهم بيسموه البرزخ او الاسمس. الانجليز بيسموه الاسمس والترجمه العربيه بتاعتها البرزخ يا ولاد، تمام؟ حلو. يبقى الغده الدرقيه بتقع في الرقبه ملاصقه للقصبه الهوائيه، في فص يمين وفص شمال، وفي النص في حاجه اسمها البرزخ. ده منظر امامي على فكره يا ولاد، ماشي؟ وربنا سبحانه وتعالى حاوطها من بره يا ولاد بغشاء ضام، غشاء من نسيج ضام لحمايتها، زي غشاء التامور بتاع القلب كده لو فاكرين، كان القلب بيتحوط بغشاء من نسيج ضام اسمه التامور بهدف الحمايه. نفس الفكره يا ولاد، برده الغده الدرقيه بتتحوط بغشاء من نسيج ضام عشان يحميها. وفي نفس الوقت يا ولاد عاوزين ناخد بالنا من حاجه مهمه، اللي هي ايه؟ ان انا لو جبت مثلا الغده ديت وقطعتها ترانشات زي الخيار كده، وخدت شريحه وحطيتها تحت الميكروسكوب، الاقيها عامله بالمنظر ده. الاقي ان الخلايا متجمعه في صوره حويصلات. الخلايا الغديه عامله حويصلات يا ولاد. فقام يسمي لك الغده ديت، قال لك دي مش غده عاديه بقى، دي غده حويصليه، ان الخلايا متجمعه في صوره حويصلات. فيقول لك ايه بقى؟ شوف الوصف بتاع الدرقيه، يقول لك هي عباره عن غده حويصليه. لما بنفتح الرقبه يا اولاد ونتفرج عليها اللي لونها احمر قاتم، فهي غده حويصليه حمراء اللون، تتكون من فصين وبرزخ، وتقع في منطقه العنق ملاصقه للقصبه الهوائيه. تمام يا دكتور؟ كلام سهل يا اولاد صح؟ اه. بس المنظر الخلفي فيه حاجه مهمه قوي. احنا قلنا الرسمه اللي قدامنا دي منظر ايه يا دكتور؟ منظر امامي. طب ما تجيب لنا كده رسمه يا دكتور توريها لنا من ورا بقى، من ناحيه القفا. بص يا اولاد، شايف الرسمه دي؟ هات الصوره دي هنا كده. بصوا، ده منظر امامي، شوف لون احمر قاتم ازاي، هنا مهتم باللون مديها لون احمر احمر عشان يوضح القصه. طب بص الناحيه الثانيه، ده منظر خلفي يا اولاد، ده منظر خلفي. طب ليه يا دكتور؟ ما المنظر الخلفي ما هي نفس الغده. والله لا، انا جايب المنظر الخلفي يا اولاد عشان الحاجات الصفرة دي. شوف الحاجات الصفرة بقى عليها دوائر دي، ايه دي يا دكتور؟ قال لك دي غده لازقه على الغده الدرقيه من ورا يا اولاد. غده عباره عن اربع فصوص لازقه في الغده الدرقيه من الجهه الخلفيه، اسمها غده جارات الدرقيه. يبقى خلي بالك، انا عندي غده اسمها الدرقيه في الرقبه، من ورا تلاقي لازق فيها اربع فصوص صغيره كده اللي انا عامل عليهم دايره في الرسمه دي، اسمها غده جارات الدرقيه. ماشي يا دكتور، كلامك جميل. طب الغده دي بقى يا دكتور بتطلع هرمونات اسمها ايه؟ قال لك الغده الدرقيه يا اولاد، طبعا الغده الدرقيه بتطلع هرمونات والجارات الدرقيه بتطلع هرمونات ثانيه، هناخدهم واحده واحده. بس الغده الدرقيه يا اولاد بتطلع هرمونين اساسيين، بتطلع هرمون اسمه الثايروكسين، او بيحب نديه رمز تي 3 وتي 4، وفي منه نوعين بنديه رمز تي، يعني تي 3 وتي 4، ما علينا يعني. ففي هرمون يا ولاد اسمه الثايروكسين، وهرمون تاني اسمه الكالسيتونين. يبقى الثايروكسين والكالسيتونين، خلينا نبدا بالكالسيتونين. هو الكالسيتونين ده بيعمل ايه يا دكتور؟ بص يا شباب، الكالسيتونين ده عباره عن هرمون من البروتينات على فكره، هرمون ذو طبيعه بروتينيه، تمام؟ طب بيعمل ايه يا دكتور؟ قال لك ده لو لقيت او من اسمه كالسيتونين له علاقه بالكالسيوم، فلما بيلاقي نسبه الكالسيوم يا ولاد بتزيد في الدم، بتزيد في الدم عن المحتوى الطبيعي او عن النسبه الطبيعي، بيعمل انه يسحب الكالسيوم من الدم ويحطه في العظام. يعني فرضا المفروض نسبه الكالسيوم في الدم بتاعتي تكون 6 مللي جرام مثلا، مره واحده بقت نسبه الكالسيوم او لما الكالسيوم عالي في دمي بقى 10 مللي جرام، عالي 4 مللي جرام زياده عن الطبيعي، يطلع الكالسيتونين يا ولاد يسحب الكالسيوم الزياده ويحطه في العظام. يبقى الكالسيتونين كده بيعمل ايه في نسبه الكالسيوم في الدم؟ بيقلل نسبه الكالسيوم في الدم، لانه بيسحبه يا دكتور من الدم ويحطه في العظم. طب كده الكالسيتونين بيعمل ايه في نسبه الكالسيوم في العظم؟ بيرفع نسبه الكالسيوم في العظم يا دكتور، صح ولا مش صح؟ بس ده اللي انا عاوزك تعرفه عن الكالسيتونين، وشكرا قوي كده. اللي فيه قصه وحوارات هو البرنس اللي اسمه الثايروكسين. فتعالى كده يا ولاد نروح لحته فاضيه ونتكلم فيها على الثايروكسين بهدوء شويه. الثايروكسين، خط دكاتره بقى معلش يا شباب. المهم يعني اول حاجه عاوزين نعرفها عن الثايروكسين يا ولاد، والله انا عاوز اعرف هو الهرمون دوت يعني بيتكون من ايه، التكوين بتاعه.
خلينا نقلل حجم الخط شوية عشان هو كبير قوي. عاوزين نعرف التكوين يا ولاد. وبعد التكوين يا دكتور عاوزين نعرف الـ 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 العمل بتاعه، الوظيفة بيروح يعمل ايه، ده مهم جدا بالنسبة لي، صح ولا مش صح؟ وعاوز اعرف ايه اللي هيجرى لو الهرمون ده زاد، وايه اللي هيجرى لو الهرمون ده قل، ده مهم جدا بالنسبة لي. تعال نبدأ بالتكوين يا ولاد. يعني ايه التكوين يا دكتور؟ يعني هرمون الثيروكسين بيتكون من ايه؟ قال لك بيتكون من 2 حمض اميني زائد عنصر اليود يا ولاد. يبقى بيتكون من 2 حمض اميني مع عنصر اليود، وده مهم جدا. ليه يا دكتور مهمه الحته دي؟ لان لما يكون بيتكون من 2 حمض اميني بس، تعرف ان بروتين بسيط، بروتين صغير، بروتين صغير يا ولاد، بروتين حجمه قليل معايا كده يا ولاد، عكس مثلا هرمون زي الانسولين. الانسولين ده بيتكون من مئات الحماض الامينيه، فتلاقي حجمه كبير. فتخلي بالك ان الثيروكسين اصلا حجمه ايه؟ قليل، وان الثيروكسين بيدخل معاه اليود كمان. مهم النقطه دي. ليه يا دكتور نعرف ان الثيروكسين داخل معاه اليود؟ علشان كمان شويه لما اقول لك لو اليود قل في الجسم ايه اللي هيجري الثيروكسين، تبقى فاهم بقى الثيروكسين هيقل، لان اليود بيدخل في تكوين الثيروكسين. ما هو وقت ما يبقاش في يود مش هتعرف تكون ثيروكسين، صح ولا مش صح؟ فتخليك فاكر ان الثيروكسين بيتكون من 2 حمض اميني زائد اليود. ماشي يا دكتور، كلام جميل. طب ايه الوظيفه بتاعته بقى؟ ايه قصه الوظيفه بتاعته؟ بص بقى، هرمون الثيروكسين يا اولاد ده هرمون النشاط، ده الهرمون المسؤول عن الطاقه، المسؤول عن الحرق. ده مهمته في الحياه انه يحرق لك الجلوكوز ويحرق لك المواد المعينه، اي ماده في الجسم، بحيث انه يقدر يطلع منها طاقه يوفرها لك للنشاط. عشان كده مش غريب لما بيقول عن الثيروكسين ده هرمون النشاط، وبيقول على الغده الدرقيه غده النشاط. ما هو طبيعي، ما ده الهرمون اللي بيوفر الطاقه، ووقت ما توفرت الطاقه يا ولاد توفر النشاط، صح ولا مش صح؟ اكيد يا دكتور. فقال لك الثيروكسين عشان يعرف يوفر لك الطاقه والنشاط يا ولاد، اول حاجه بيتحكم في معدلات التمثيل الغذائي والايض في الجسم، واللي بالذات منها حرق الجلوكوز، بيحب حاجه اسمها يحرق، وبيعدل وبيتحكم كمان يا ولاد في حرق الجلوكوز، وكمان مسؤول عن درجه حراره الجسم، هو اللي بيوفر الحراره اللي بتدفي الجسم يا ولاد. يعني انت عمرك ما سالت نفسك هو انا ازاي رغم ان انا الجو بيبقى ساقع في الشتاء بيبقى تنيه درجه حراره جسمي 37 درجه مئويه، طب ازاي جبت منين الحراره ديت رغم ان الجو بره مثلا حراره 6 ولا 6 ولا الحراره 10 ولا الحراره 12؟ ازاي الحراره بره 12 ولا درجه حراره 37؟ الباشا عشان في معدلات حرق، في حرق شغال في جسمك يا باشا، وبرافع لك الحراره او بيوفرك حراره بتدفيك، معايا كده؟ طب مين المسؤول عن القصه دي؟ الثيروكسين. وبالتالي بالراحه كده وبنظام، اول حاجه الثيروكسين مسؤول عن معدلات التمثيل الغذائي بخاصه حرق معدلات الحرق وتوفير الطاقه، مسؤول عن درجات حراره الجسم. الباشا كمان يا ولاد مسؤول، ما بصوا انا عشان احرق جلوكوز لازم تجيب الجلوكوز، صح ولا مش صح؟ فبيزود معدلات امتصاص السكريات من الامعاء، بيزود معدل الامتصاص، هات لي الجلوكوز عشان احرقه، انا عاوز جلوكوز احرقه، معايا كده يا ولاد؟ وبطالما بيحرق ويوفر طاقه ممكن نستخدم الطاقه دي في معدلات البناء، فتلاقيه مسؤول كمان عن النمو العقلي والجسدي، مسؤول عن النمو العقلي والجسدي. الى جانب يا شباب وجدوا انه كمان ليه دور في انه بيحافظ على صحه وسلامه الجلد، ما يخلوش ناشف يا ولاد ومقشف كده وفي شقوق، لا يخليه رطب، يخلي الجلد سليم، الجلد صحي. وسلامه الشعر يا ولاد، يبقى بيحافظ على سلامه الجلد والشعر. وطبعا ليه وظائف تانية كتير بس دول اهم حاجه يعني يا ولاد، تمام؟ يبقى الثيروكسين ده هرمون نشاط، هرمون طاقه. اهم خاصيه ليه يا ولاد واهم وظيفه ليه التحكم في معدلات التمثيل الغذائي بخاصه حرق السكريات، بيحب حاجه اسمها يحرق سكر ويجيب طاقه ويوفر حراره والكلام ده كله. ماشي يا دكتور، كلامك جميل جدا جدا جدا. طب الثيروكسين ده يا دكتور لو زاد ايه اللي هيجرى؟ ولو قل ايه اللي هيجرى؟ بص يا ولاد تعالوا نعملها في صوره زي ما يكون مقارنه كده. الثيروكسين يا ولاد اللي اتفقنا بنديله الرمز تي 3 او تي 4، الثيروكسين ده هوت احنا قلنا ايه اللي هيجرى لو زاد، ثانيه واحده، ايه اللي هيجرى لو زاد وايه اللي هيجرى لو قل. انا هبدا بان لو قل يا ولاد. بص يا شباب، لو هرمون الثيروكسين قل بمقدار بسيط مش بمقدار كبير، هرمون الثيروكسين يا ولاد لو قل بمقدار بسيط بيعمل حاجه اسمه المرض اسمه الجويتر البسيط، جويتر دي تي، ماشي؟ بيعمل مرض اسمه الجويتر البسيط يا ولاد. يعني كتبتها عدل يا ولاد، بيعمل حاجه اسمه الجويتر البسيط. طب ايه سبب الجويتر البسيط ده يا دكتور؟ او ايه اللي خلى اليود يقل بكميه قليله؟ خلي بالكوا انا بقول لك قل بحاجه بسيطه، مش قل، مش ناقص حاد، ناقص بحاجه خفيفه يا ولاد. فيعمل لي حاجه اسمها الجويتر البسيط. طب ايه السبب؟ غالبا يا ولاد ما فيش في جسمك يود، نقص اليود، نقص اليود في الاكل اللي بتاكله،
نقص اليود في الميه، نقص اليود في الهواء. ايه ده يا دكتور، هو اليود موجود في الهواء؟ اه، بيتطاير يا اولاد في المناطق الساحليه بتاعه البحار، لما الميه بتتبخر في البحار والكلام ده بيتطاير اجزاء من اليود ويبقى موجود في الهواء، فيقول لك انت بتروح البحر تشم اليود. عشان كده صعب انك تلاقي مرض الجوتر البسيط ده عند سكان البيئه الساحليه، لان دايما البحر مديهم يود. ما علينا يعني، فسبب الجوتر البسيط يا اولاد هو نقص عنصر اليود. واحنا متفقين من شويه ان لما اليود بيقل هيقل السيروكسين، لان السيروكسين عباره عن اتنين حمض اميني واليود. طب هو فين اليود هنا يا باشا؟ ما انت اليود قل عندك، صح ولا مش صح؟ فالجوتر البسيط يا اولاد هو السبب بتاعه نقص اليود في الاكل او الميه او الغذاء. طب نعالج ازاي الجوتر البسيط ده يا دكتور، او ايه اعراضه الاول؟ ايه الاول اعراضه؟ بما انه نقص خفيف يا اولاد فاعراضه مش حاده قوي، يعني مثلا تلاقي في كسل وخم، تلاقي في شويه زياده في الوزن، تلاقي مش عارف مثلا دقات القلب قليله شويه، في نوع من انواع التعب السريع، مش عارف تتحمل شويه برد خفيفه، فاهمين يا اولاد؟ ولكن العلاج بتاعه تافه جدا. تعرفين العلاج ايه؟ كيس ملح في يود وحطه في الاكل، اضف عنصر اليود للاكل وخلص الحوار، وفر اليود للجسم، دخل اليود في الجسم، اول ما تدخل اليود في الجسم خلص الحوار يا اولاد. معايا كده؟ حلو قوي يا دكتور، جميل. ده كده الجوتر البسيط. طب يا دكتور لو ما كانش نقص عادي، لا ده كان نقص بس حاد في السيروكسين، سيروكسين كان نقص بكميه حاده، في الحاله ديت يا دكتور هيعمل مرض مختلف؟ اه، بس في الحاله دي انا هقف واسالك، هو نقص بشكل حاد يا باشا في طفل ولا في انسان بالغ؟ وده سؤال مهم. النقص الحاد ده حصل فين؟ اصل لو النقص الحاد، ثانيه واحده يا اولاد، لو النقص الحاد ده حصل في طفل هيديني مرض جديد يا اولاد اسمه القماءه، لو كان في طفل هيديني مرض اسمه القماءه، بينما لو كان في انسان بالغ هيديني مرض اسمه الميكسيديما. تمام يا دكتور، ايه فكره بقى كل واحد فيهم؟ قال لك ان النقص الحاد في الطفل، النقص الحاد للسيروكسين في الطفل بيأثر في ثلاث جوانب يا اولاد، بيأثر في النمو العقلي والنمو الجسدي والنمو الجنسي. انا لسه قايل لكم من شويه ان الثيروكسين هو في ايه، مش عارف اقول ليه كل شويه يسيب المنطقه بس مش مشكله. لسه قايل لكم من شويه يا اولاد ان الثيروكسين، ان الثيروكسين مسؤول عن النمو العقلي والجسدي كوظيفه من وظائفه، فلما يبقى في طفل هينقص عنده الثيروكسين هيحدث اختلال في النمو العقلي والجسدي، صح ولا مش صح؟ فعلى مستوى النمو العقلي هتلاقي الطفل عنده تخلف عقلي يا اولاد، نوع من انواع التخلف. وعلى مستوى النمو الجسدي هتلاقي الراس كبيره في الحجم، الرقبه قصيره، والجسم قصير والاطراف قصيره يا اولاد، فيما يعرف باسم القماءه. يعني ايه القماءه باللغه العربيه؟ الجسم اللي مش متناسق يا اولاد، ان راسه كبيره وجسمه قصيره. وخلي بالك، ركز بقى، الجي اتش هرمون النمو لما كان قل كان بيعمل في الطفل كان بيعمل قزامه، بس كان جسمه متناسق، مش راس كبيره وجسمه قصير، لا جسم كله متناسق. هنا النهارده السيروكسين لما بيقل بيعمل حاجه اسمها القماءه، مش قزامه، قماءه. القماءه الفرق ما بينها وبين القزامه ايه يا دكتور؟ اي نعم هو قصير بس الجسم مش متناسق، راس كبيره وجسم صغير، معايا كده يا اولاد، ورقبه قصيره. تاني حاجه قلنا النمو العقلي بيحدث له تخلف، على مستوى النمو الجنسي يا دكتور قال لك بيحدث له تاخر في النمو الايه؟ الجنسي. ده حاجه اسمها القماءه في الاطفال. طب لو عمل نقص حد في الانسان البالغ يا دكتور، قلنا بيعمل مرض تاني يا اولاد اسمه الميكسيديما. الميكسيديما او القصه هنا بقى مش قصه نمو، اصل ده انسان بالغ وخلاص نما. بيأثر ازاي بقى يا اولاد؟ بصوا، مش انا قلت ان السيروكسين ده هرمون الحرق اللي بيحب يحرق كتير، صح ولا مش صح؟ صح يا دكتور. فلما السيروكسين يقل في انسان بالغ معدلات الحرق تقل. طب لما معدلات الحرق تقل يبقى ما فيش حد بيديله حراره، صح ولا مش صح؟ ما فيش حراره بتجيله، يبقى انا متوقع ان الانسان ده ما يستحملش البروده، هو بردان اصلا، جسمه ما بيتدفاش، يبقى معدلات التمثيل الحراري هتقل او معدلات الحرق هتقل، وبالتالي معدلات وبالتالي الانسان دوت الحراره في جسمه هتقل فمش هيستحمل البروده. تاني حاجه يا اولاد، لما معدلات الحرق هتقل ما بقاش في طاقه، ما بقتش تحرق جلوكوز وتطلع طاقه، فالانسان ده يبقى كسول. تالت حاجه يا اولاد، لما معدلات الحرق هتقل ما بقتش تحرق الدهون اللي في جسمك، ما بقتش تحرق الحاجات الزياده اللي في جسمك، فتلاقي الانسان ده ملى بقى في شله، بقى تخين، يبقى نوع من انواع السمنه يا اولاد. تخيل بقى معايا واحد كسول ما عندوش حرق كفايه، مش مستحمل البروده، تلاقيه لابس 50 جاكيت فوق بعضهم ويتغطى ب 50 بطانيه، معايا كده يا اولاد؟ في نفس الوقت انسان مليان وكسول تلاقي دقات قلبه قليله، لانه بطبيعه جدا يا اولاد اقل مجهود هيعمله هيتعب لانه ما عندوش طاقه. طالما ما عندوش طاقه وهو تخين اصلا، اقل مجهود هيعمله هيحس بالتعب الشديد، وبالتالي دقات قلبه هو مش هيحب انه يتحرك، فلما ما يتحركش تلاقي دقات قلبه ايه؟ قليله دايما، او مستوى دقات القلب قليله. يبقى دي اعراض الميكسيديما. يبقى اعراض الميكسيديما نتيجه النقص الحاد للهرمون السيروكسين في انسان بالغ، اول حاجه هيقل مستويات الحرق الغذائي،
تاني حاجة الإنسان ده مش هيستحمل برودة لأن يعني مبقاش في حرق، مبقاش في حرارة. تالت حاجة الإنسان دوت ما بيحرقش فيبقى مليان وتخين. رابع حاجة الإنسان دوت بعد ما بقى تخين بقى كسول لأن يعني مبقاش عنده طاقة، بقى بيتعب من أقل حاجة، ونبض القلب بتاعه بقى مستواه قليل يا ولاد. تمام يا دكتور، حلو قوي. طب هل لي علاج؟ اه يا عم. هو ايه مشكلة الإنسان ده؟ مشكلته يا دكتور إن الهرمون السيروكسين قليل بس بنقص حد جامد يعني. فالحل هنا يا ولاد، أو الحل إنك تديله الهرمون من بره، اديله الهرمون من بره، هي دي القصة، ده الحل الوحيد. نديله احنا بقى الهرمون من بره يا ولاد، نعوضه عن نقص الهرمون اللي عنده. طبعا هو مش عندكم في الثانوية العامة السبب، يعني السبب هنا مش نقص يود يا ولاد. النقص الحد في السيروكسين مش سببه نقص يود، غالبا بيبقى ممكن يكون سبب من النخامية من فوق، أو سبب في الدرقية بعيدا عن السمعين، مثلا في ورم، في حاجة داخلة دمرت الخلايا، أيا يكن يعني. المهم يعني يا شباب، المهم العلاج بتاع الميكسديما إنك تديله الهرمون من بره. طب والقماءة يا دكتور، القماءة ليه علاج؟ للأسف يا شباب القماءة غالبا لو الطفل وصل للمرحلة إن بقى جسمه بالمنظر ده وفي تخلف عقلي خلاص، هو حصل له دامج، حصل له حاجة ما تعرفش تصلحها، فغالبا هيبقى صعب شوية إن احنا نعالج حاجة زي القماءة لو ما تلحقتش في البدري، لو الموضوع ما اتشخصش من الأول خالص يا ولاد. تمام؟ ده كده كان النقص في هرمون الثيروكسين. طب افرض يا دكتور هرمون الثيروكسين زاد، خلي بالك يا ولاد الصورة اللي قدامك دي صورة واحدة عندها ميكسديما، شايفين الغدة متضخمة، خلي بالك رغم ان اسمه جويتر بسيط او ميكسديما الاثنين فيهم نقص في الثيروكسين الا ان الغدة بتتضخم. فاحنا بنعرفه ازاي؟ نلاقي هو غالبا المرض ده اكثر شيوعا في الستات يا ولاد، او مرض الغدة الدرقية اكثر شيوعا في الستات. فالدكتور يبقى قاعد كده يلاقي المريضة داخلاله رقبتها كبيرة، رقبتها ولابسه 3 4 شواكت فوق بعض، لابسه هدوم كتير قوي، يقفش على طول دي حالة ميكسديما. فخلي بالكو ان الغدة بتتضخم لما السيروكسين بيقل، سواء جوتر بسيط او ميكسديما. ليه بتقول كده يا دكتور وبتنبه عن الغدة متضخمة؟ طبعا هي واضحة في الرقبة انها متضخمة في رقبة الست اهي، علشان كمان شوية هتكلم على مرض تاني اللي هو الزيادة اسمه الجوتر الجحوزي، برضو الغدة متضخمة. فتخلي بالك سواء السيروكسين قل او زاد الغدة بتتضخم. ماشي؟ ماشي يا دكتور. لو يا ولاد حصل ان هرمون السيروكسين زاد عن المعدل الطبيعي، ده يعمل لك مرض جديد اسمه الجويتر الجحوزي. ويعني ايه كلمه جحوزي يا دكتور؟ اسمه الجويتر الجحوزي او التضخم الجحوزي يا ولاد. كلمه جحوزي يعني عينيه اكسوفزالميك او عينيه برزت لبره، ده اسمها كلمه الجحوز. يعني بص الصوره دي يا ولاد، دي واحده عندها حاجه الجويتر الجحوزي، شايفين المنظر مرعبه بارزه بعينيها لبره. السبب ايه يا دكتور؟ ان هرمون الثيروكسين زاد. طب ايه الفكره يا دكتور لما هرمون الثيروكسين بيزيد؟ يعني اصل لما هرمون الثيروكسين بيزيد يا ولاد، اول حاجه بيزود معدلات الحرق، تحرق كتير، فيبقى حراره جسمك عم معليه، بتبقى صهدان. انت عارف انا اجي اقيس حرارتك من بره قالك طبيعي، بس انت من جوه مولع لان في حراره، في حرق كتير جوه جسمك، فيقولك انت ده صهدان، انا حاسس بصهد فظيع قوي يا دكتور. فلما الثيروكسين بيعلى بيعلي معدلات الحرق، وبالتالي بيعلي الحراره، فبتستحملش درجات الحراره عاليه، ما تبقاش مستحمل حراره عاليه يا باشا. تمام؟ تاني حاجه يا ولاد، انت عمال تحرق، فتقعد تحرق في جسمك، تحرق الجلوكوز وتحرق الدهون وتحرق البروتين، فتلاقي الانسان ده جسمه رفيع، رفيع قوي يا ولاد. طب انت عمال تحرق وشغال وجسمك شغال وحركه عاليه ومش عارف ايه، تلاقي نبضات القلب مستواها يعلى. هناك كان نبضات القلب قلت، هنا نبضات القلب مستواها بيعلى اكتر واكتر يا ولاد. تمام يا دكتور. ايه كمان يا دكتور؟ بص انت حران وحرق، مستوى الحرق عندك عالي، وعينيك بارزه، المرض ده بيسبب بروز العيون يا ولاد، خليها عندك جحوز، وعينيك جحزه ومش مستحمل الحر، وقلبك مستوى عالي، وفي طاقه وكميه طاقه طالعه لك، ما انت عمال تحرق والحرق ده بيطلع طاقه، في طاقه في جسمك، فتلاقي نفسك متعصب ومتنرفس كده، وتحط المناخير على، تحط الفور على مناخير المريض، ده الطرقع، المريض مش مستحمل نفسه، وحرفيا بيتعرفوا يا اولاد، حرفيا والله. تلاقي مثلا زي ما قلت لكم المرض ده اكثر شهوره في مين؟ في الستات. فتلاقي الدكتور يبقى قاعد في العياده والست عندها جوتر جحوزي، اول ما تدخل من باب، اول بس ما تدخل من باب العياده يلاقي واحده عينيها مبرقه، رقبتها متضخمه ورفيعه، وجايه في عز الشتاء لابسه بنص، اللي هي اللبسه بكم كده زي الملابس الصيفي. انا ابقى دكتور قاعد ملابس الجاكيت وبتكتك، ودي داخله لي لابساني بنص، يا نهار ابيض، ايه ده؟ ازاي ده؟ اول ما اشوف المنظر ده والله ابصم بالعشره، انت جوتر جحوزي، وتبقى جامد. بص مش طايقه جوزها عماله تتخانق معاه، ولا طايقه الدكتور اللي قاعده معاه اصلا، جامد عصبه ومتنرفزه. فده كده السبب او اللي بيعمله لما تزيد هرمون الايه؟ الثيروكسين. طب نعالجه ازاي القصه دي يا دكتور؟ نعالج ازاي الحوار ده؟ نعالج القصه دي اول حاجه ان احنا ندي ادويه تقلل هرمون الثيروكسين في الدم. ممكن ندي شويه ادويه تقلل هرمون الثيروكسين للدم، بس للاسف في بعض المرضى ما بيستجيبوش للادويه دي، فبنضطر ان احنا نتدخل جراحيا. هتتدخل جراحيا تعمل ايه يعني يا دكتور؟ بصوا نتدخل جراحيا يا اولاد
ونقوم قاصين مثلا حته من الغده الدرقيه، نشيل الحته دي مثلا. طب هتستفيد ايه يا دكتور لما تقصها؟ ما انا لما اقول اقص الحته ديت يا ولاد او اقطعها، انا كده الحته ديت ما بقتش موجوده، فبقتش تفرز ثيروكسين، فنسبه الثيروكسين اللي بيفرز هيقل من الدرقيه، لان اللي هيفرز هو اللي باقي ده بس يا ولاد، الحته اللي باقيه بس، لكن الحته اللي انا شفتها خلاص ما بقتش موجوده، فما فيش منها افراز، فيقل الثيروكسين. طب هي العمليه دي لها خطوره يا دكتور؟ اه، لو جراح كانت ايديه تقيله شويه او غشيم. بص، لو كانت غشيم يا اولاد وايديه تقيله شويه، ممكن وهو بيجي يقص يقطع حته من جرات الدرقيه. دي مشكله كده. كان المريض داخل بيشتكي من مشكله في الثيروكسين وغده درقيه، هيخرج من العمليه الثيروكسين بقى تمام والف مبروك الغده الدرقيه بقت حلوه، بس هيخرج من العمليه يشتكي من امراض في الجرات الدرقيه، هناخدها دلوقتي. فالخطوره في التدخل الجراحي هنا يا اولاد، ان ممكن الجراح وهو بيقطع او بيقطع حته من الدرقيه انه يؤذي او يقطع حته معاه من جرات الدرقيه، عفوا، وبالتالي لو قطع حته من جرات الدرقيه يا اولاد عمل مشكله مع هرمونات جرات الدرقيه. هي الجرات الدرقيه دي يا دكتور اصلا بتفرز ايه؟ جرات الدرقيه دي يا اولاد اصلا بتفرز هرمون اسمه الباراثرمون. الباراثرمون بيعمل ايه الهرمون ده يا دكتور؟ هرمون الباراثرمون يا اولاد ده من الهرمونات اللي بتعمل شغل عكس هرمون الكالسيتونين. هو الكالسيتونين كان بيعمل ايه يا دكتور؟ كان بياخد الكالسيوم الزياده في الدم ويحطه في العظام. عارفين الباراثرمون بيعمل ايه؟ لما يلاقي الكالسيوم قليل في الدم ياخد الكالسيوم من العظام ويحطه في الدم. بيعمل عكس الكالسيوم، عارفين القط والفار بيعملوا عكس بعض. معنى كده يا اولاد؟ فيبقى الكالسيتونين يا اولاد بياخد الكالسيوم من الدم يحطه في العظام. يبقى بيقلل الكالسيوم في الدم ويزوده في العظام. طب الباراثرمون العكس يا دكتور، ياخد الكالسيوم من العظام ويحطه في الدم، يعني بيقلل الكالسيوم في العظام ويزود الكالسيوم في الايه؟ في الدم. بس تخلي بالك، هما بياخدوا الكالسيوم عشان يحطه في الدم عشان يوصلوا المعدل الطبيعي، يعني ما يبقاش المعدل في الدم طبيعي وتقول لي هياخد كالسيوم ويحطه، لا. امتى الباراثرمون يشتغل يا اولاد؟ لما الكالسيوم في الدم هيقل. اه، ده الكالسيوم قل، يبقى الباراثرمون يطلع عشان ياخد كالسيوم من العظام ويحطه في الدم فيرجعه تاني للمستوى الطبيعي. طب امتى الكالسيتونين بيشتغل يا دكتور؟ لما الكالسيوم يا اولاد في الدم بيزيد. اصل لما الكالسيوم زاد عن المعدل الطبيعي انا مش عاوز الزياده، فيطلع الكالسيتونين يسحب الكالسيوم الزياده من الدم ويحطه في العظام. تمام كده؟ تمام يا دكتور، حلو قوي. الباراثرمون يا اولاد من الهرمونات اللي هي ذات طبيعه بروتينيه، من البروتينات، هو مش لبيدات. تمام، حلو قوي. طب الباراثرمون يا دكتور لو قل يعمل لي مشاكل؟ اه، ما هو الباراثرمون لو قل يا اولاد يبقى كده نسبه الكالسيوم في الدم هتقل، صح ولا مش صح؟ وتبدا تظهر اعراض ان الكالسيوم طالما قل في الدم يظهر شويه اعراض زي التشنجات العضليه، خدناها في الباب اللي فات وشرحناها ليه، ويحصل برضو ان الانسان ده بيبقى متهيج ومتعصب لادفع الاسباب. يبقى لما الباراثرمون بيقل انا متوقع ان الكالسيوم هيقل في الدم. ليه؟ ان ما بقاش في حد بيطلع الكالسيوم من العظام ويحط في الدم، فالكالسيوم هيقل في الدم يا اولاد. ولما الكالسيوم يقل في الدم يا دكتور دوت هيؤدي لشويه اعراض زي التشنجات العضليه والتهيج والعصبيه الزياده يا اولاد. جميل. طب لو الباراثرمون زاد يا دكتور، لو الباراثرمون مستواه زاد هيسحب الكالسيوم من العظام ويحطها في الدم، يعني هينقص الكالسيوم بكميه كبيره من العظام، فيحصل في العظام مرض يا اولاد اسمه هشاشه العظام، العظمه تبقى خفيفه هشه بحيث ان اي حاجه تقدر تكسرها يا اولاد بسهوله. دي حاجه اسمها هشاشه الايه؟ العظام. كده يا اولاد يبقى احنا خلصنا الدرس الاولاني، كده تقريبا فاضل لنا بس محاضرتين في باب الهرمونات ويكون خلصنا الشرح، ومحاضره فنيات ومراجعه، وكده وكده حل الكتب بتنزل لكم اول باول يا اولاد، ما تقلقوش من النقطه دي يعني. تمام، حل اول 40 او 60 سؤال، 40 متهيألي سؤال في كتاب الامتحان نزل، هينزل الباقي الاسئله، وبعد كده هينزل التفوق وباقي الاسئله هتنزل يعني، ما تقلقوش. تمام، اتمنى يكون المحاضره النهارده كانت سهله ولطيفه، وربنا يوفقكم ان شاء الله.